طيب اوكي، المره الماضيه بدينا نحكي على الداتا سكرابينج. تمام، الداتا سكرابينج بشكل عام عرفنا ايش هو بالضبط. تمام، حكينا انه بشكل اساسي انه الويب سايتس بتوفر البيانات تبعتها من خلال اي بي اي، او الشركات عاده بتوفر البيانات، بتتحكم بتوفير البيانات الموجوده عندها في السايتس من خلال الاي بي اي، لكن مش كل البيانات هذه انه هي بتكون متاحة، فبالتالي ممكن انه احنا نحصل على بيانات معينة من خلال الويب سكرابينج. وحكينا انه الشغلة هذه يعني مش يعني مش كتير انه هي قانونية انه احنا نحصل على البيانات الموجودة في الويب سايت بهذه الطريقة، ولكن انه هي الطريقة مستخدمة ومتبعة وشائعة. وحكينا انه الشغلة هذه انه زي القط والفأر، يعني الويب سايتس بتحاول تحد من السكرابينج، او يعني الوصول للبيانات تبعتها من خلال السكرابينج، وبتحاول انه بس تتيحها من خلال الاي بي اي، والديتا سكرابرز بحاولوا ما بيعلموا الوسيلة انهم يحصلوا على هاي البيانات. حكينا انه احنا في عنا 3 خطوات في الديتا سكرابينج، انه انا اجيب ريسورس انا عندي باستخدام ال اتش تي تي بي ريكويست، بعدين بدي اعمل له بارسينج وادور على نمط معين، وبعدين استخرج البيانات من هذا النمط، وهذا اللي احنا حنطبقه اليوم ان شاء الله. حكينا انه ايش التارجت ديتا اللي انا ممكن اعملها سكرابينج، ممكن تكون كونتنت زي مثلا البرودكت ريفيو، وممكن تكون اسعار زي اسعار المنتجات المنافسه او نتائج المباريات، او ممكن تكون كونتاكت سكرابينج انه انا بدي اجيب الايميل والتليفون والادريسيز بغرض انه انا البيانات هذه بدي احصل عليها عشان يا اما ابيعها او انه استخدمها انا يعني بشكل خاص لإلي انه في الحملات التسويقيه او في التسويق للشركة تبعتي. تمام، وحكينا انه ممكن انه احنا نخفف من وطأة الويب سكرابينج، انه احنا نعمل ريت للليمت تبع الريكوست. لو كان نفس المصدر انا بطلب، انا عندي طلبات متكررة، فبالتالي انا ممكن اعملها حد معين انه بعد 100 طلب ساعتها اوكي بعمل بلوك للاي بي تبع المصدر هذا، فبالتالي المصدر هذا بكون عارف انه هو بعمل data scrapping فبوقفه عند حده. أو ممكن أنه أعدل ال HTML markup language يعني بشكل منتظم، فبالتالي الأنماط اللي هو بيدور عليها هنا في هاي الـ لما يعمل parsing ممكن أنه النمط هذا مش يزبط معاه دائما. تمام، وممكن أن أستخدم الكابتشا لو للهاي فوليوم ريكوست. حكينا شو الفرق بين الكراولينج وديتا سكرابينج، وحكينا ايش في عندي التول اللي موجوده. طبعا التول انه انا ممكن استخدم الريكوست، او ممكن استخدم البيوتيفول سوب فور هذه الداتا سيت. تمام، طبعا الريكوست احنا حكينا عنها سابقا، انه على سبيل المثال خلينا نفتح سايت اللي هو سوق كوم. تمام، وهنا نفتح نافذة او نوت بوك للكولاب. طبعا الـ request package هذه هي requests HTTP for humans، هي عبارة عن package في البايثون. يعني هنا كيف التعليمات تبعت الـ installation، وهي كيف انه استخدمها. خليني اسمي هذا انه سوق com scrapping. طبعا اول حاجه بدي اعملها انه انا بدي اعمل امبورت للريكوستس، انه امبورت ريكوستس. اوكي، قبل ما يعمل كونكت خليني اخذ هذه، يعني على سبيل المثال انا ممكن اخذ في السوق
دوت كوم، انه انا بدي ادور على سبيل المثال على التابلتس، هاي بدي اعمل تسوق للكل، فبالتالي هنا وداني على كاتيجوري التابلتس بهذا الشكل. فباخذ هذا اليو ار ال، بجرب هذا هل هو بفتح ولا لا. بفتح، لا الصفحة غير موجودة، فبالتالي هنا سلاش اس. اوكي، فبالتالي هاي الصفحة هذه، انه بتأكد من الرابط باخده هنا، وهنا بروح بعرف اليو ار ال تبعي بتساوي هاي الصفحة. تمام. بعد هيك انه ممكن انه انا اعمل ار بتساوي requests dot get. طبعا في ال HTTP انا في عندي ال get وال post methods، في عندي method تانية كتير، بس اكتر two methods يعني شائعة في استخدامات ال HTTP هي ال get وال post. ممكن اديها ال URL هذا بشكل مباشر. طبعا هنا في ممكن اديها يعني باراميترز تانية، انه زي الاوثنتيكيشن اذا بدها يوزر نيم وباسورد وكل هاي الاشياء. ف هاي الار بدي اعرضه. هذه requests.get، ففعليا انه انا اجاني الريسبونس 200، وحكينا انه انا عندي، بدي ارجع لكم على الصفحه اللي هي ال HTTP كود تشيت تشيت. فهذه انه بتديني كل يعني 200، انه اوكي انه قدرت انه انا اجيب الريسورس. 201 بتعني شغله معينه، 202 وهكذا. 500 بتكون عاده انه ايرور في السيرفر. تمام. ال 400 ايرور عند الكلاينت، فبالتالي هي مقسمه. ال 100 الميات هي عباره عن انفورميشنال كود، ال 200 هي عباره عن السكسس كود، ال 300 هي عباره عن ريدايركشن، لو انا بدي احول الرابط هذا، احول اعمل ريدايركت للريسورس هذا من مصدر لمصدر ثاني، فممكن انه ارد للبراوزر او للكلاينت بهذا الكود، فبالتالي بروح بعمل فولو لليو ار ال الجديد. ال 400 الكلاينت كود، ال 500 سيرفر، عفوا ال 400 كلاينت ايرور، وال 500 سيرفر ايرور. اوكي. طيب الان انه هذه الار انا في عندي في لها عده R dot، أعتقد هنا status code، فبتجيب لي الـ200، وممكن برضو أعرض الهيدر تبع الصفحة زي هاي الفكرة. طبعا هنا انا عرضت الهيدر، انه انا بدي اوريكم الهيدر كامل، هيو زي هيك، انه هو عباره عن ديكشنري فعليا. تمام. فهو ايش عرض؟ عرض الكونتنت تايب، الكونتنت تايب اللي هو تكست اتش تي ام ال. في انا عندي الكاركتر سيت والانكودنج والكونكشن كيب الايف، كثير من المعلومات هذه كلها موجوده في الهيدرز تبع الصفحه، رجعت لي كديكشنري كجيسون. ممكن انه انا ارجع البيانات انا عندي تبعت الصفحه باستخدام ال r.text بهذا الشكل. فهي HTTP documents HTML، بفتح البادي وكل الامور هذه كلها، كل الصفحه كلها بالكامل موجوده هنا. طبعا هي مش معروضه هنا بالكامل، انا عندي موجود هنا نقط نقط نقط. وكذلك ممكن انه انا اعرض الصفحه هذه على شكل جيسون، فبجيب لي الجيسون فورمات تبعها. طبعا اوكي، بجيبه هنا كبين قوسين. اوكي، هذا السايت ورجع الجيسون، فبالتالي اوكي هذا الموقع انه احنا
البيئة. طيب، فعرفنا كل هاي الأمور، أوكي، باستخدام الـ HTTP request. طبعا هذه التوتوريال كتير مفيدة، إنه أنا كيف ممكن أستخدمها، يعني أو هذا الـ documentation تبعت الـ request كيف أنا ممكن إنه أنا أستخدمها. طيب نيجي للـ package الثانية اللي هي اسمها beautiful soap. لو أنا بحثت عنها، فعليا الدوكيومنتيشن تبعها كتير رائع. هي عبارة عن بايثون library for pulling data out of HTML XML files. هاي الدوكيومنتيشن انه انا هنا معرف HTML document، هي كله بالكامل زي هيك، تمام. بعمل import from PS4 import beautiful soap. طبعا الانستليشن لازم اعملها انستليشن، بس هي فعليا بتكون موجوده انا عندي هنا في الكولاب، فلو عملت لها امبورت بشكل مباشر زي هيك هتكون شغاله معايا، ما في اي مشكله، موجوده اوريدي انستولد. طيب بعد هيك انه انا ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل بارس للدوكيمنت. فبروح بعرف object soap، بستدعي الكونستراكتور beautiful soap. ايوه واضح انه هذا عباره عن كلاس انه capitalized، وبدي له ال HTML document تبعي، تمام. وهنا بحكي له انه البارزر تبعي هو عباره عن HTML بارزر. فببساطه شديده ممكن هاي زي هيك، بس هنا ال HTML document هو عبارة عن وين ال document تبعي اللي هو r.txt، فبدي له هاي هنا، والبارزر هنا باخده ك HTML بارزر. اوكي، بعديها الخطوة اللي بعديها انه شو بسوي؟ انه هنا بريتيفاي فعليا بتطبع لي ال HTML كود انه بشكل مرتب. يعني انا اورجيكم الفرق بين انه هنا اعمل r.text، شايفين كيف شكلها؟ عباره عن HTML كود ولكن بدون indentation. لكن هنا لو استخدمت هنا الصوت بريتي يعني جميل، بريتيفاي انه بتطلع لي الاوتبوت بشكل جميل اكثر، تمام. فهاي انه طبعا هنا سلاش ان، يعني انا ممكن اعمل له هنا از برنت زي هيك، فبالتالي بتطلع لي اياه بشكل مرتب مع انتنديشن. شايفين هذا كله صفحه ال HTML هذه تبعتي. اوكي، هاي صفحة ال HTML document، وهنا direction right to left وال language Arabic وال charset UTF-8، وفي طبعا جافا سكريبت، كله هذه نفس الصفحة هذه. ففعليا الصفحة هذه لو هنا عرضت المصدر تبع الصفحة هو فعليا نفس الاشي بالضبط، ففعليا جاب لي المصدر تبع الصفحة هو نفسه اللي انا حصلت عليه ب البريتيفاي، انه عرض لي اياه بشكل منسق مع الانتنديشن لل HTML كود، تمام. طبعا هذه عشان الاوتبوت تبعها طويل، انا ما بدي اياه انه يكون زي هيك، فبدي اعمل كلير، تمام. لكن انتم يعني موجوده عندكم في النوت بوك، ممكن انه انتم تستدعوها لو حابين انه انتم تاخذوا نسخه من هذه النوت بوك وتشوفوا كيف شكلها. طيب نرجع لل beautiful soap. فعليا انا ممكن اجيب التايتل، تمام، التايتل تبع الدوكيومنت، هي جاب لي اياه ك HTML tags. بدي استخرج التايتل من ال HTML tag ببساطه انه بحكي dot text
ففعليا بيعمل بشكل اوتوماتيك استخراج للنص من التايتل تاج بهذا الشكل، تمام. او ممكن انه احكي زي ما هو موجود هناك في الكود انه اثنين، نفس الفكرة بالضبط. اوكي عفوا، string مش name، يا اما text او string نفس الشيء، تمام. هو فعليا العنوان تبع هاي الصفحة، هاي الصفحة لو اطلعت على العنوان تبعها هيبقى افضل سعر في مصر، استكشف تابلتس الجديد من سامسونج ابل، اللي هو اصلا لما اعمل كنترول اس هنا بدي اعمل يحفظ لي الصفحة هذه هنا ك HTML، هو هذا برضو التايتل اللي بيطلع أنا عندي، تمام. فهيك احنا جبنا التايتل تبع الصفحة. ايش ممكن نجيب كمان؟ ممكن انه نجيب كل الباراجرافز اللي موجودة عندي. طبعا الباراجرافز اللي موجودة عندي طبعا هذه اول ماتش، انه هذه عباره عن باراجراف كلاس اللي هو اوت اوف ذا ستوك، وهنا السلعه غير متوفره حاليا، هذه عباره عن اول باراجراف. طبعا انا بدي اجيب كل الباراجرافز، بستخدم داله الفايند اول، فبستخدم هنا داله دوت فايند اول، وهنا بدي له اسم التاج اللي انا بدي اياه البي، اوكي في اندرسكور. جاب لي كل الباراجرافز اللي موجود انا عندي في الصفحه. طبعا بدي اجيب كل اللينكس، نفس الفكره، هنا بيجيب لي اول ماتش انا عندي، اول لينك في الصفحه دوت اي، اللي هي عباره عن الاي تاج. ولو بدي اجيبهم كلهم نفس الفكره، هنا بروح بحط له هنا ايه، هذول كلهم عبارة عن لينكات، كل اللينكات اللي في الصفحة جاب لي اياها، تمام. خليني برضو امسحه، نفس الفكرة، اوكي. طيب هجيت الباراجراف هذه اللي طلع لي اياها، بدي اجيب الكلاس تبعها، هي مكتوب هنا عبارة عن class، عبارة عن attribute في ال HTML tag. فكيف بدي أجيبها؟ فبروح بعمل زي هيك، ما دام إنه هي dictionary بروح بقول له إنه جيب لي ال key class، إنه إيش هو out of desktop، تمام. وهنا text color alert. كمان مرة خليني أنا أظهر لكم هنا انه شو هي البي، اول باراجراف انا عندي هيها، تمام. فبالتالي هنا out of the stock text alert، فعليا انا بدي اجيب الكلاس فهي جاب لي اياه بهذا الشكل. طب بدي اجيب التكست هذا كيف بجيبه؟ ببساطه dot text أو دوت سترينج، جاب لي السلعة غير متوفرة حاليا في بطء، تمام. السلعة غير متوفرة حاليا اللي هي هاي. فبالتالي أنا بقدر أجيب المعلومات الموجودة بين التاج، وبقدر أجيب الأتريبيوت اللي موجودة في التاج، تمام. بس بهاي الطريقة. اوكي، هنا انه انا ممكن استخدم اتريبيوت ثاني اللي هو الاي دي، او بغض النظر ايش هو، هنا انا ممكن اجيب كل اللينكات، تمام. بدي اجيب كل اللينكات انا عندي موجوده في السايت، فممكن اعملها في فور لوب زي هيك. يعني هنا احنا عملنا انه sub.find all، جيب لي كل التاجز اي، هي جاب لي اياهم، تمام. شايفينهم كيف؟
ايوه كله. الان هنا في التاج هذا انا في عندي اتريبيوت اسمه اتريف هايبر ريفرنس. انا بدي اجيب الهايبر ريفرنس هذا اللينك، هذا اللي بدي اجيبه. الان التكست هيو بجيبه زي هيك، و اللينك موجود في الاتريبيوت هايبر ريفرنس. فايش ممكن اسوي؟ هيو بدي امسح هذا الكلام كله، شنو طويل جدا. اوكي هيا نمسحه، و بحكي له هنا for link بعمل iterate عليهم ان so find all link، وهنا اجيب لي الجيت. هذه عبارة عن دالة في الديكشنري، اذا بتتذكروا احنا لما شرحنا في الديكشنري انه عملناها زي هيك، فبالتالي انه هيك فعليا بيجيب لي كل اللينكات. اوكي هذه كل اللينكات، فخليني امسح هاي، وهنا اعمل كومنت لهذه واقول له انه بدي انه هذه as a key بهذا الشكل. بدون دوت اكيد بهذا الشكل جاب لي كل اللينكات. طبعا ايش بدي اسوي؟ بدي اجيب النص واللينك، فبروح بجيب انه اللينك دوت، خليني اعمل كومنت لهاي. وهذه بنفك الكومنت عنها، وهنا اللينك دوت تكست او سترينج، وهنا اللينك جيت هايبر ريفرنس. ففعليا بيجيب لي هنا مركز المساعدة، هاي اللينك تبعه. تمام، هنا دخول وهاي اللينك تبعه، فبالتالي النص واللينك تبعه بهذا الشكل. هذا الكلام انا برضه همسحه لان كثير اللينكات. طيب يبقى احنا عرفنا كيف بدنا نصل جوا، نجيب كل حاجه ونجيب النص ونجيب اتريبيوت جوا حسب الاتريبيوت اللي انا بدي اياه. طب انا ايش بدي اجيب انا في البيانات تبعتي؟ ايش بدي اجيب؟ بدي اجيب التالي. الان انا في عندي هنا اسعار تابلتس، عندي حوالي 6720 سلعه. تمام، كيف معروضه؟ معروضه شايفين هنا لما نوصل تحت ايش صار؟ صار انه صار يعرض لي اكثر، عامل زي الجافا سكريبت انه هنا بعرض لي على شكل بيجز. ايوه زي هيك، هاي البيج الاولى، الثانيه، الثالثه، الخامسه، وهكذا. فبالتالي ال 6000 تابلت، 6719 تابلت انه هنا مقسم لي اياه على صفحات. تمام، فهي جاب لي انه سيكشن 2 بيج 1. لسه انا لسه في البيج الاولى. ايش انا بدي اجيب؟ كيف بدنا نعمل الشغله هذه؟ طبعا في المستعرض انا عندي ادوات للديفلوبر. الادوات للديفلوبر هيها بضغط عليها F12. تمام، فبتروح بتعرض لي الديزاين هذا على مقاسات مختلفه، بختار المقاس اللي بدي اياه انا بهذا الشكل. انه ممكن استخدم مثلا جالاكسي S5، كيف بيظهر الديزاين او الـ العرض كيف بيظهر على شاشه الجالاكسي S5. وفعليا حول الماوس زي كانه انا بعمل تاب او تاتش، بستعرض زي هيك. في ممكن استعرضه على الايباد برو، كيف بيكون شكله، ابعاد الشاشه تبعته اكيد مختلفه. تمام، وهي بستعرض بهذه الطريقه. ففعليا هذه الادوات للديفلوبرز انه انا ممكن اعرض ب المقاسات الشاشة بأشكال مختلفة. عدا عن ذلك أنا في عندي هنا النتورك. في النتورك هنا فعليا خليني إنه أستعرض بالحجم العادي. أوكي تمام، الآن لو ضغطت على هذا اللينك شوفوا أحداث النتورك. أنا هنا في التاب تبع النتورك
شوفوا ايش احداث النتورك اللي حتصير، هي عباره عن جيت مسجز وكل الامور هذه كلها بجيب اكثر، بعمل اكثر من جيت لانه بجيب الصور وبحمل جافا سكريبت وكل الامور هذه كلها. فهذه هي كل الرسائل اللي صارت لما عملت كليك، ولسه هي شغاله لغايه الان، هيك توقفت. تمام، فالان خلينا نطلع هنا، هذا عبارة عن name of resource وهي الـ status code، لأنه أنا عندي هذا عبارة عن get method. تمام، وأنه هذا إيش التايب تبعه، document، هذا style sheet، هذا script، هذا png، هذا gif، كل هذه أنه هو جابها من خلال الـ method get. تمام، اللي أنا ضغطت عليها. هذه عبارة عن جافا سكريبت، لأنه أنا لما ضغطت طلعت لي هذه الويندو، ما حملش وما جابش ولا حاجة. اوكي، خليني ارجع لك. ويفترض انه يكون في عندي هنا الجيت او الميثود هذه، انه هي جيت يفترض تكون ظاهرة، فمش عارف ليش مش ظاهرة. هنا الاول، اوكي هاي نضغط. ممكن تكون انه هاي الميثود نظهرها، اوكي هذه كل الميثود، هذه بوست، هذه ميثود بوست، انه هنا بعمل بوست، هذا كله جيت، وهي الستاتس كود تبعه 200. فانا ممكن اجيب هنا البروتوكول، اكيد راح يكون كله اتش تي بي، الريموت ادرس ممكن اضيفه، فممكن اضيف اعمده انا زي ما انا بدي. هذه التول كثير بتساعدني انه انا اتبع انه لما اعمل كليك معين ايش الطلبات الاتش تي بي ريكوست اللي بتيجي عندي وفي الصفحه اللي انا بدي اياها. تمام، انا بدي افهم نمط الصفحه وبدي اشوف كيف انه هي شغاله. طيب الان بدنا نرجع للصفحه الرئيسيه تبعتي اللي هي تسوق الكل، هذه الصفحة. أوكي، والآن بدي أختار هذه الأداة، هذه الأداة اللي هي Select Element. أنا إيش بدي أجيب معلومات؟ بدي أجيب معلومات اللي هي اسم المنتج والسعر تبعه والصورة تبعته، بالإضافة لهذول المعلومات، سعة تخزين 128 جيجا، حجم الشاشة، نظام التشغيل، حجم الذاكرة، وهذه الشغلات متكررة. خليني أشيل هنا الإنسبكت، أيوة سعة التخزين، حجم الشاشة، نظام تشغيل، حجم الذاكرة، سعة تخزين، حجم شاشة، نظام تشغيل، حجم الذاكرة، وهكذا. هذول الأربع أتربيوتس بتتكرر لكل المنتجات. فبالتالي أنا بدي أجيب اسم المنتج تابلت لينوفو والسعر تبعه والصورة وهذه الأشياء. فكيف بدي أسوي؟ أول حاجة بدي أعملها إنه أنا في الصفحة هذه إيش بدي أعمل؟ بدي أروح أحدد إنه أنا إيش الشغلة اللي بدي أجيبها، بعمل عليها كليك زي هيك، بروح بجيب لي إياها هنا في الـ HTML كود. إيش اسم التاج هذا؟ H1. إيش الكلاس تبعه؟ اسمه item title. ثواني بس، اوكي. فعليا
كنت احكي انه التاج تبعها H1 والكلاس ايتم تايتل زي هيك. طبعا هنا في نقط انا ممكن افتحه اشوف ايباد 2018 2020 الايث جينيريشن الى اخره من الكلام هذا، تمام. فبالتالي هاي المعلومه هذه كيف بدنا نجيبها؟ ببساطه شديده بنروح بنحكي له انه انا بدي device name نعرفه as a list بتساوي soap dot find all ال tag h3، تمام. طبعا هنا ايش الكلاس تبعه كان، برجع بشوف انه الكلاس انا عفوا h1 هو مش h3، مش اجيب كل ال h1، انا بدي اجيب ال h1 اللي الكلاس تبعه item 3، ف بروح بحطه هنا as a dictionary. الكي هو عبارة عن class و الفاليو هي كانت ايش اسمه item title، هيك صح item title. اوكي خلينا نشوف شو النتيجة. أنا عندي طبعا هنا جاب لي إياه إنه أنا بدي التكست تبعه، فخليني أعملها في فور لوب، بحطه هيك زي هيك، تمام. وهنا بحكي إنه item dot text for item in هذا الكلام بهذا الشكل، هيك بجيب لي كله زي هيك. طب بس هنا انا في عندي سلاش دي سلاش ان، فببساطة بروح بحكي هنا دوت ستريب، انا ماشي ستيب باي ستيب، فهيك فعليا جاب لي الاجهزة كلها اللي موجودة في الصفحة هذه. خلينا نشوف قديش عددها، عددها يعني خليني احطها في نفس يعني هنا برنت لين هذا الكلام تقريبا 30 جهاز في هاي الصفحة اللي هي في الصفحة الأولى. أوكي واو، أبل آيباد 8th generation، تابلت هواوي، ميديا باد، كل الأجهزة هاي. أوكي هاي جبنا أول شغلة. الشغلة الثانية اللي بدنا نجيبها هي السعر. بروح هنا نفس الفكرة مرة تانية، بضغط وبروح هنا على السعر، بعمل كليك. هذا التاج ايش اسمه؟ H3 والكلاس تبعه item price، ايوه جاب لي اياه السعر بالجنيه. فبروح بحكي هنا انه نفس الفكرة هذا الكلام بدنا نكرره هنا H3 والكلاس item price، وهنا بدنا نغير انه مش device name device price price price، نشوف 30 جهاز فعلا انه هذا السعر 30 جهاز مطابق لهذا، تمام. فبالتالي الابل السعر تبعه قديش؟ 10,000 جنيه. ما يجب أطلع هنا في الصفحة بتأكد من الشغلة هذه، 10,988.69، بتأكد من النتيجة هذه 10,988.69 فعلا إنه هذه الآيباد الأول واحدة هنا هي نفسها للأول واحدة هنا. فا أوكي يعني بأخذ عينات عشوائية زي هيك، نأخذ هذا اليو 9 تابلت أم أتش أندرويد. خليني أعمل براوز تحت، هذا هو سعره 8,869. أوكي هذا ترتيبه هنا. ممكن إحنا نعمل هاي الشغلة بهاي الطريقة،
أحكي device name of 6 و device price of 6، بتأكد إنه هي aligned ولا لا، اللي هو هذا اللي هو اليو 9 تابلت حقه 869، بتأكد من الصفحة 869 بالضبط. تمام. الآن الشغلة الثالثة اللي بدنا نجيبها اللي هي الصورة. الصورة بضغط زي هيك مرة ثانية وباجي بفتح هنا، بضغط إنه التاج هذا اسمه image والكلاس تبعه image size medium image url lazy loaded. فخلينا نفتح نعمل كمان واحدة. التاج اسمه img و الكلاس image size medium space image url lazy loaded. فهنا image size medium بعدين space على ما أذكر image url بعدها easy image url space lazy loaded. اوكي طيب انا ايش بدي، ايش الاتريبيوت اللي انا بدي اياه؟ بدي الاس ار سي، هيو هذا اللي هو فعلا هيو عرض لي الصوره نفسها، هيو الاس ار سي. انا بدي الكلاس تمام يجيب لي اياه ايش، انه انا اعمل فلتر على الايمجز تاج باستخدام الكلاس، بس بدي السورس تبعها. فالسورس تبعها فعليا هنا بدل ما اقول له دوت تكست بروح بقول له هنا دوت اس ار سي، وهنا الايمج بيكتشر او ديفايس بيكتشر عفوا. خلينا نشوف مش مظبوطة الامور. image size medium اعتقد الاي، استنى نشوف الاي بعدين اليو. تمام image url lazy dash loaded image size medium. اوكي خلينا نجيب الايتم نفسه، ما فيش ولا ايتم. اوكي انا اعتقد انه انا شغال على صفحة غير هذه. هذا هو النمط اللي انا كنت بحكي عنه الصعوبة، يعني خليني ارجع هنا على الـ URL اللي احنا حددناه في البداية اللي هو هذا الـ S tablets، هو هذا اللي بدي افتحه. هنا هذا الوضع فيه مختلف، هاي الايمج شايفين الاختلاف. image size medium image url lazy loaded اختلاف، ما فيش اختلاف. image size medium image url lazy loaded img class image size medium image url lazy.
طيب خلينا نجيب كل الصور. in a class lazy loaded. ويفترض هذا الكلاس، لا هو في image class medium image URL، وفي class lazy loaded images لحال. هو يفترض انه التنتين فيهم صح؟ نقول إنه أنا في صفحة غير الصفحة هذه، عشان هيك أنا بدي أرجع أتأكد من الـ URL. أوكي هذا على فكرة بتظهرش البيجز هذه غير لما أعمل سكرول ويعمل لود بالبيج سكريبت في ال بال بالسكريبت بالجافا سكريبت. أوكي فأنا بتصور إنه أنا موجود في صفحة زي هذه تمام. إيه أوكي الآن خليني أشوف الكود و inspect الإيمج. طيب خليني اخذ هاي، معلش بدي اكرر هذا الموضوع، اغير اليو ار ال انه انا شغال نظام بيجز زي هيك، نظام سكشن 2 بيج 1، سكشن 2 بيج 1. شو معنات هذا الكلام؟ بس اوكي بس الصفحة. طيب هاي اوكي الستاتس كود والهيدرز والتكست. نجيب التكست اوكي، هادي بريتيفاي، نجيب التايتل التكست تبع التايتل أول باراجراف، نجيب كل البيز أول لينك هذه بلاش، هنا الكلاس تبعها هذه التكست، هنا نجيب كل اللينكات بلاش. أوكي نشوف هاي، هذه 60 جهاز. اوكي هو بقسمها، اوكي هذه ذاتس ذا بوينت، انه هو فعليا انه بعرض اول 30، بس اذا عملت سكرول لتحت باستخدام الجافا سكريبت بروح بعمل لود لل 30 الثانيه تمام. فعشان هيك انا بدي اكون حذر في هاي الشغله انه انا بتعرف على النمط هذا. بعد هيك احنا بعد ما حنشوف ان شاء الله في السيلينيوم كيف انه انا ممكن استخدم هذا النمط، انه انا بعمل سكرول لتحت وبشغل الجافا سكريبت مش زي البيوتيفول سوب. فا اوكي عشان يعمل لك صفحه هيك انا بصل للبيجز هذه تمام، هي اللينكات تبعتها، بس انه انا بغير هنا، هنا صار بيج 2، هنا بيج 3 4 5 وهكذا. ف نرجع هنا، ف
فهنا تقريبا 60 صفحة، 60 جهاز. أوكي، وهنا الأسعار يفترض 60 سعر بدل 30، فعلا 60. هنا يفترض التاج، نشوف الصور، الصور كتير، 139، بس هنا عم نحكي له إنه الكلاس as a dictionary، نقول له إنه الكلاس هذا الكي والفاليو عبارة عن، خليني أنسخها نسخ أحسن ما أكتبها. يعني إيش كان، خليني أعمل inspect والصورة إيش كانت. الكلاس تبعها هنا loaded، lazy loaded، بس هذه إنه هي محطوطة إنه لحال. مش موجودة ضمن الصور في الصفحة هذه، هنا محطوطة إنه لحال وهديك لحال. أوكي، خليني آخذ هذه، هذا الكلاس. أوكي، طيب أنا إيش بدي؟ بدي هذه الداتا اس ار سي، أنا بدي الاس ار سي. هنا خليني أمشي، أنا بدي الاس ار سي اللي هو اللينك، هذا اللينك تبع الصورة دوت بي ان جي. تمام، فهنا بحكي دوت اس ار سي. SRC. تمام، بس هذا جاب ال اوكي داتا SRC، هيك بجيب اللينك. تمام، هذا اللينك تبع الجوال الأول، لو فتحناه هنا، هاي هذا أول تابلت فعليا، هذه الصورة تبعت أول تابلت يفترض، هذا آيباد، آيباد، وهذا التابلت الثاني، تابلت ابني، لا مش هو، هذا ايباد برو، هذا مش ايباد برو تاني. فعشان هيك التاج مهم جدا انه يكون نفس الاشي. هنا في الانسبكت، في الانسبكت هاي إيمج، ليزي لودد، بس هنا فعليا انا لما جبت كل الايمجز ما كان موجود فيها هذه الشغلات. طيب نشوف الثالثة، هذا جوال على فكرة. هنا انا عندي هنا تابلتس، وهنا فوق خلينا نشوف اليو ار ال، تابلتس نفس اللينك. إيه، أوكي مش ظابطة، خلاص أوكي ممكن أنا أستثنيها الآن، بديش الصورة. إيه، خلينا ناخذ السكشن هذا، فالصورة كلها هاي بدي ألغيها من دام الأمور مش consistent. device picture ما بدي إياها، بدي specs، المواصفات، خلينا نجيب الـ items.
المواصفات التاج تبعها هيو هذا، تمام. الآن شوفوا، أنا لما أجيت أحدد هيو هنا، هيو بحدد الأيتم الأول، هو عبارة عن ليست أيتم هنا، هيو سعة التخزين 128 جيجا فأكثر، هذه الأولى وهي الثانية، شايفين كيف ببدل بيناتهم. طيب أنا بديش أجيب واحدة واحدة زي هيك، أنا بدي أجيبهم كلهم. كيف بدي أجيبهم كلهم؟ هي عبارة عن ordered list، شايفين كيف تعلموا هنا، هنا يعني هنا طلعوا على الشاشة على اليسار، شايفين كيف تعلمت كل الشغلات هذه. هذه عبارة عن اسم التاج ordered، عفوا unordered list، والكلاس تبعها selling points، فبجيبها فبحكي هنا انه الكلاس تبعي unordered list والكلاس selling point. selling points اعتقد انه داش، تمام. هذه device specs picture، بشوف العدد قديش، 60، متوافق مع عدد الأجهزة، تمام. بس جاب لي ك HTML code، أنا ما بدي إياه ك HTML code، فبروح بحكي إنه dot text. هيك جاب لي إياه ك plain text، بس إيش هنا؟ في فواصل اللي هي السلاش إن بيناتها، وهذه شغلة كتير ممتازة، يعني ممكن تساعدني إنه أنا أفصل كل جهاز إيش المواصفات تبعته. فهنا في الـ Device Specs هذه كل المواصفات، فأنا بدي أفصلها. إيش في هنا عندي؟ في عندي الـ OS، في عندي الـ Screen، أربع شغلات أعتقد، ولا ثلاثة، أربع شغلات. خلينا نبدأها واحدة واحدة، اللي هي الـ Storage. الـ Storage خليني أعملها في لستة زي هيك. ستوريج، هاي ديفايس ستوريج ايش بتساوي؟ بدي اروح الف على كل سبيك ان ديفايس سبيك فور سبيك ان ديفايس سبيكس، تمام. الآن أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أعمل dot split b slash n، وهذه وين موجودة؟ موجودة في lex 0. خلينا نشوف هذا الكلام بيجيب لي الستورج ولا لا. لا، يبقى لازم نعمل هنا dot strip أول، بعدين split. أوكي، هيك فعليا جاب لي سعة التخزين لكل واحدة، وعددهم قديش؟ خلينا نطبع length هنا، print len device storage 60، تمام. ممكن هذا الكلام انه هنا سعة التخزين هذه ما دام انه هي مقررة انه انا ما بدي اياها، فممكن اعمل ايش؟ اقترح انه dot replace هذا الكلام، استبدل لي اياه nothing، فهيك بتصير سعة التخزين مباشرة، ما فيش داعي انه احنا نقعد نكرر سعة التخزين سعة التخزين سعة التخزين. اوكي، هذا الكلام بدنا نكرره ما دام الامور زي هيك، خلاص ما فيش داعي. بدنا نكرره لايش؟ بدنا نكرره ل الشغلة الثانية، انه بعد الستوريج، خلينا نشوفها هنا، بعد الستوريج حجم الشاشة، فبنروح بنعرف انه هنا device screen
فهي عبارة عن العنصر الأول، تمام، بدون ريبليس. خلينا نشوف الأول كيف الأمور، نشوف الأمور تمام ولا لا. ديفايس سكرين، نشوف حجم الشاشة، بتطلع لي حجم الشاشة مظبوط. أوكي، طيب أنا بدي أستبدل هذا الكلام، إنه إحنا حكينا إنه هو نمط الويب سايت. هنا دوت ريبليس هذا الكلام ب nothing. تمام، فجاب لي هنا حجم الشاشة بالبوصة. نيجي للشغلة الثالثة اللي هي الـ OS. يبقى هنا الـ Device OS بتساوي نفس هذا الكلام، وهنا الـ Index 2 بدون Replace طبعا، أو خليها Replace لأنه هو أصلا مش هيلاقي حاجة يفصلها، فبنغير بس النص. خلينا نشوف الـ OS. نظام التشغيل اندرويد EMU 10.1. فنستبدل هذه المكررة نظام التشغيل هنا. اوكي، نتأكد انه تمام الامور. ضايل عنا بعد نظام التشغيل حجم الذاكرة، فبنحكي هنا device RAM بتساوي آخر واحدة اللي هي الindex 3، ونشوف شو بيطلع معايا حجم الذاكرة. اوكي، فبنعمل replace هذا التكست. اوكي، تمام الامور. اوكي، هيك خلصت سكرابينج للبيانات اللي انا بدي اياها، جبتها للصفحه الاولى. الان انا ايش بدي اسوي؟ هيك الامور تمام. بروح بعرف import pandas as pd، وبروح بعرف data frame اسمه tablet df بتساوي bd.dataframe، نفتح الأقواس تبعتي as a dictionary. هنا بكتب اسم العمود الأول اللي هو name، اسم التابلت، وهو موجود في لستة اسمها device name. وفي عندي عمود تاني اسمه price، وهذا موجود في لستة اسمها price. بعد price البيكتشر لغيناها، يبقى نجيب الرام والسكرين والسبيكس والستورج. اوكي، فهنا ممكن نجيب خلينا نحط على نفس الترتيب هذا الستورج، ستورج ديفايس دوت ستورج، وهنا او اس ديفايس. OS device بعد الـ OS كان screen size device screen، بعدين RAM، هنا device. هيا نشوف كيف بشكل هيك. فعليا صار في عندي structure data اسم الجهاز، البرايس تبعه، لا البرايس غلط، برايس. اوكي،
السعر تبعه، تمام. ممكن بالمناسبة أحذف الجنيه لأنه هي مكررة، ونفس الشيء بالنسبة للجيجا بايت ممكن أعملها نورماليزيشن، لأنه هنا مش نورماليز، مرة جي بي ومرة جيجا بايت. ونفس الشيء بالنسبة للبوصة والإنش ممكن أعملهم نورماليزيشن، وهنا الرام برضو ممكن أعملها نورماليزيشن وخليها as numbers. ما دام دخلت انا عندي هنا ك data frame structure زي هيك، خلاص تمام 100%. يعني هيك فعليا قدرت ان احصل على من الويب سايت هذا اطلع data frame. ممكن اعمل visualize الان انه شو علاقة حجم الشاشة مع السعر، او شو علاقة الرام مع السعر زي هيك، تمام. ممكن انه اعمل برضه derive لفيتشر اللي هي الشركة المصنعة، تمام. فالشركة المصنعة هنا انه بروح ببحث هنا انه هل مذكور هنا ابل، هواوي، سامسونج، لينوفو. فممكن انه من خلال هذه الشغلة بـ if statement، ما دام انه هي صارت structured خلاص اوكي، ببدأ اكتب functions تعمل normalize لهي الشغلة. بس هنا لغاية الآن احنا خلصنا scramming، لكن معالجة البيانات لسه بدها معالجة أكتر من ذلك. برجع بنوه للنقطة اللي أنا يعني حكيت عنها هنا، بدي أسكر هاي. ولو رحت هنا على الصفحة الثانية، هنا أروح على بيجتو، بدي إياكم تكونوا يعني تركزوا معايا في الملاحظة. هيك فعليا حمل 30 جهاز، تمام. الآن حيحمل الـ30 التانيات لو ضليتني أعمل سكرول. هاي خلينا نعد مع بعض، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وصلنا لنص الطريق. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. لاحظوا المؤشر هنا مش ضايل له كتير في آخر الصفحة، لكن حتوسع الآن. 28 29 30 31. شايفين هذا؟ أوكي، هيك حمل بقية الـ30 جهاز. شايفين السكرول هذا كيف كبر الآن؟ ففعليا هو هذه الشغله انه بتصير بالجافا سكريبت. الان لما اطلب الصفحه بيجيب لي اول 30 جهاز، يا اما انه بجيب انه من خلال اليو ار ال انه بحمل ال 30 ال 60 صفحه من خلال اليو ار ال. بعرف انه من خلال النمط انه بحط هنا باراميتر اسمه سيكشن 2 بيج 2 وبستمر في هاي الشغله، او بستخدم سيلينيوم. السيلينيوم في السيلينيوم فعليا انه هو بروح بعمل لي كبراوزر. انا حطيت لكم هنا لينك ل توتوريال كتير ممتازة سيلينيوم ويب سكرابينج يوزنج سيلينيوم اند بايثون. اوكي، فالسيلينيوم هي عبارة عن أداة مستخدمة للتستينج، و يعني بتم استخدامها للتست للويب سايتس، مستخدمه يعني انه يعني من خلال الديفلوبرز بشكل كبير. تمام، وتم استخدامها كذلك في الويب سكرابينج، لها 10 سنوات تقريبا انه بتم استخدامها في هذا الاطار. ففعليا هي عبارة عن testing framework. لما أنا أبني ويب سايت بدي أشوف إيش البيهيفيور تبعه. فعليا زي كأنه بروح بعمل روبوت. الروبوت هذا لما أحمل الصفحة بروح بعمل يعني بروح بوجهه إنه أعمل لي كليك هنا شوف إيش الأكشن بيصير، روح أعمل لي كليك هنا شو الأكشن اللي بيصير، تمام. هل الكونتنت انه موجوده؟ انا بتوقع انه يكون في عندي كونتنت في المنطقه هذه، اعمل لي لها سيلكت مثلا، انسخ لي اياها وحطها في كذا. فبالتالي انت بتعمل اوتوميشن للبيهيفيور تبع التستنج.
في للويب سايت، بدل ما انه تجيب هيومن انه يفحص بشكل يدوي، فانت ممكن تبرمج هذا البيهيفيور ويفحص كل الصفحات تبعت الويب سايت بهذا الشكل، تمام؟ وبيقدر يعمل باك ويعمل نافيجيشن في البراوزر بنفس الفكرة. اوكي، بالنسبة للانستليشن بيب انستول سيلينيوم. طبعا هنا from selenium import web driver، هنا بروح بحط انه الدرايفر باث، الدرايفر هو المقصود فيها البراوزر، تمام؟ بحدد هنا باث تو كروم درايفر، بحدد يعني انا لو مثلا بدي اعمل يعني استخدم سيلينيوم مع البراوزر تبعي والبراوزر هو كروم، فهنا فعليا انا بدي احط المسار تبعه وين هو نازل. فعليا انا الكروم انا نازل عندي في السي في البروجرام فايلز كروم، اعتقد انه يفترض انه يكون موجود في مكان ما هنا، معقول في الجروب بروجرامز 86، انا بتصور انه هو بيكون نازل في ملف المستخدم نفسه. عشان هيك احنا ممكن ايش نسوي، هاي الكروم افتح موقع الملف، وهنا برضو بدنا نجيب الموقع تبعه، هاي المسار سي بروجرام فايلز حاطينه في مجلد لحال جوجل، تمام؟ كروم ابلكيشن، بروح بنسخ هذا المسار، تمام؟ وبحطه انا عندي هنا، وهنا انا بحط المسار تبع الاكسكيوتبل، المسار تبع الاكسكيوتبل خليني ارجع افتح مره ثانيه، هاي الاكسكيوتبل برضو بنسخ هذا المسار، تمام؟ وبروح بحطه انا عندي هنا، وهنا بروح بستعرض صفحة جديدة زي كأنه بقول له افتح لي البراوزر وافتح لي على صفحة جوجل دوت كوم، تمام؟ هنا ممكن أنا أحدد مجموعة من الأرجيومنتس، مثلا أنه أنا بحدد الويندو سايز تبعتي، الويندو سايز زي كأنه أنا فعليا بروح بتحكم في إعدادات العرض تبعتي اللي هو الريزولوشن شاشة هي، فأنا محطوط هنا عندي الريزولوشن برضو أنا ممكن أحدده، عشان هيك أنا بحكي أنه هو فعلا مستخدم في التستينج، فبحط هنا الريزولوشن سايز وبعمل يعني انه هنا جبت البيج، طبعت البيج سورس، وهنا بعمل كويت، كويت زي كأنه ضغطت على الاكس هنا. الان بقدر انه انا اجيب اتريبيوتس محدده زي مثلا الدرايفر تايتل اللي هو عباره عن عنوان الصفحه الحاليه زي البيوتيفول سوب بالضبط، والكرنت URL، لأنه يعني فعلياً أنه أنا ممكن يكون في عندي أكثر من تاب. الآن بخصوص Locating Elements، Locating Elements زي الصوب بالضبط، ببحث باستخدام التاج نيم أو الكلاس نيم أو الـ IDs أو الـ XPath أو الـ CSS Selector، تمام؟ ففعلياً إحنا كنا هنا نقول له أنه لو سمحت جيب لي هذا التاج وهي الكلاس نيم تبعه، نفس الفكره بالضبط، تمام؟ فبالتالي زي ما انا ورجيتكم هنا انه انت بتروح بتحدد الكونتنت اللي بدي اياها، انا عندي هنا h1، تمام؟ واسم بشوف ايش الكلاس تبعه وبروح بجيبه، هي السورس تبعي، انا عندي h1، هيو الكلاس، هذا سام كلاس والاي دي جريت اي دي، وهنا سوبر تايتل. فبالتالي انا ممكن اجيب هاي المعلومة بعدة طرق، يا إما بقول له find element by name h1، يا إما بحكي له إنه find element by class name some class، هي يبقى يا إما أديته اسم التاج أو اسم الكلاس، تمام؟ وهنا find element id by xpath، ال xpath اللي هو عبارة عن يعني ال html فعليا هي عبارة عن شجرة من النودز، فبالتالي بديله التول تبع الشجرة. وكذلك أنا ممكن أوجد الإلمنت هذا بالآي دي، هي بعطيله الآي دي هذا، نفس الفكرة بالضبط، تمام؟ فهنا أنا find element by tag name، هذا فعليا إيش راح يجيب لي؟ راح يجيب لي كل اللينكس
تمام. الآن الويب إليمنتس هذا عبارة عن شغلة بتمثل ال HTML element، فبالتالي هنا ممكن أعمل access لتكست باستخدام ال element.text، ممكن أعمل كليك عليه. فهي الفكرة في الموضوع، يعني أنا هذا عبارة عن ويب إليمنت، بدي أجيب النص تبعه دوت تكست نفس الصوب بالضبط، إنه هنا أنا حكينا له إنها دوت تكست بالضبط. الآن أنا الزيادة، زيادة السيلينيوم عن البيوتيفول بيوتيفول صوب، إنه أنا ممكن أعمل أكشن معينة اللي هي بتمثل إنه أنا ممكن أعمل كليك على الإليمنت هذا، زي هيك إنه مثلا أعمل كليك عليه. هجت الإليمنت هذا ممكن يكون هو عبارة عن زر زي هذا. الآن في البيوتيفول صوب أنا ما بقدر أعمل عليه كليك، لكن في السيلينيوم فعليا أنا ممكن أحكي إنه إليمنت دوت كليك، فبالتالي بيمثل عملية النقرة على الزر هذا، وبعمل الاكشن هذا. هنا ممكن انا اجيبه جيت اتريبيوت ونقسم الكلاس، وهنا element دوت سند كيز ماي باسورد لو انا بدي ابعت حقل معين. تمام. الان خلينا نشوف مثال معين. خلينا هاي الصفحه، هاي الصفحه هذه هي عباره عن صفحه لوج ان. تمام، هيها بهذا الشكل، هذه كرييت اكونت وهذه لوج ان. تمام، هاي الصفحة، هاي الصورة تبعتها. ففعليا هنا انه احنا بنروح بنعرف انه درايفر، بعد ما احنا عرفنا انه هو كروم، وبحكي له انه لو سمح لهذه الصفحة جيت لهذه الصفحة. الان اللوج ان هذا عبارة عن حقل، ايش بيساوي؟ درايفر فايند element باي اكس باث، بحكي له هنا انبوت. طبعا هذا الكلام انا جبته بعد ما عملت انسبكت هنا للسورس تبعت الصفحة، وجبت انه انا عندي اللوج ان هذا عبارة عن انبوت فيلد، او عبارة عن يعني هذا الزر هو عبارة عن انبوت، ايوه زي ما انتم شايفين. اوكي، فهو عبارة عن المسار تبعه انبوت، وهنا سند كيز اديته اليوزر نيم. طب والباسورد هذا عبارة عن حقل تاني، تمام، اللي هو عبارة عن driver find element by xpath، وعديته هنا slash slash input، وهنا type password اللي هو هذا الحقل، هذا الحقل. خليني أعمل عليه inspect، هاي اللي هو type عبارة عن password، فجبته من خلال إنه هو input بس الكلاس تبعه، أو عفوا الاتريبيوت تبعه هو عبارة عن type. تمام، قلت له عبي لي اياه بايش؟ بالباسورد هذه اللي هو سند كيز باسورد. ففعليا انه انا زي كانه عبيت الفورم هذا. هذا الكلام مش موجود في البيوتيفول صوب، بس انا بقدر اعمله في السيلينيوم. تمام، وبعد الخطوه الثالثه انه انا بدي اعمل سبميت، انه انا بدي اضغط على زر اللوج ان، فبحكي له هنا زر اللوج ان اعمل لي عليه كليك. ففعليا لو انا بدي اعمل سكرابينج لصفحه بدها يوزر نيم وباسورد، فعليا انا ممكن استخدم السيلينيوم في هذه الحاله، وانه انا اعمل كليك عليها. تمام، فهنا ممكن اعمل تشيك للايرور مسجز لو كانت هذه عباره عن رونج باسورد، وكذلك انه ممكن اعمل لوك اوت باستخدام انه بحكي له هنا دور لي على اللوك اوت، وروح اعمل كليك عليها، فبالتالي هنا برنت لوك اوت سكسسفول. ففعليا هيك احنا بنقدر نعمل، يعني اللي انا بدي ادور عليهم، بدي اركز عليهم هنا، اللي هو هذول الميثودز اللي هو find element by name by class name xpath by id، زي ما احنا شفنا اللي هو اصلا صارتهم هنا، بالاضافه لتمثيل behavior انه انا اعبي حقول واعمل كليك على ازرار. هذه فعليا القدره تبعت السيلينيوم. ففعليا انه جزئيه انه انا اعمل سكرول داون برضو انه هي موجوده، جزئيه السكرول داون ممكن انه انا انه اشوفها في الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن الرابط تبعه خليني اجيب لكم اياه، بايثون. اوكي، هنا في النافيجيتنج، انا ممكن انه انا
ادور كيف انه انا interacting with the web page. فعليا هنا بروح انه بحط يوزر نيم وباسورد، هنا send keys، هنا انه انا اعمل clear، هنا fill الفورم، هنا drag and drop. هذه ممكن انا اسويها لو انا يعني خاصة انه انا بدي يعني انا في عندي field انه انا بدي اعمل فيه drop لفايل للابلود. هنا moving between windows and frames، pop-up dialog كيف انه هو يتعامل معاه، اللي هي الهيستوري واللوكيشن. هنا الباك اللي هي هدول الازرار، بقدر انه انا هنا فورورد وباك، هنا تحكم في الكوكيز. ففعليا انه انا ممكن اعمل سكرول داون ل يعني باستخدام السيلينيوم، وانه انا يعني اي كونتنت انه هي بيتم تحميلها بالجافا سكريبت. وهذه الشغله اكيد موجوده في الفيسبوك، موجوده في التويتر، اغلب الصفحات حاليا انه ما بتحمل كل الكونتنت. اذا انا بعمل سكرول داون تحت بتروح بتعمل لود للكونتنت. ف ممكن انا استخدم السيلينيوم بهاي الوسيله. انا تقريبا هيك خلصت، بدي افتح لكم المجال للأسئلة والاستفسارات إذا عندكم أي أسئلة إنه بخصوص سكرابينج أو الأدوات تبع السكرابينج. بالمناسبة عفوا قبل ما أخلص، في مكتبات تانية هنا إنه متخصصة في تجميع الأخبار لوحدها. طبعا هذه البيانات أنا جمعتها من متجر سوق دوت كوم، لكن في بعض الطول الثانية زي مثلا للنيوز بيبر 3K، خليني أنوهلها. فعليا بقدر أنه أجمع من خلالها بيانات، والبيانات هذه structured. شوفوا كيف زي كيف أيو from news paper import article، أديت ال URL، عرفت ال URL، بعمل download، بعمل له parse. إذا عملت له parse بقدر أجيب من ال author تبعه. هذا سكرابينج، هذه مكتبة جاهزة هي بتعمل الكلام هذا، بتجيب تاريخ النشر، بتجيب النص، بتجيب التوب ايميج اللي موجودة. طبعا هنا في بعض يعني الميثودز المتعلقة بالناتشورال لانجويج بروسيسنج، زي ايش مثلا؟ انه بيجيب لي الكيوردز اللي موجودة عندي هنا. هنا لو انا بدي اعمل كراول لويب سايت معين زي هيك، تمام، فهذه المكتبة كتير رائعة. أنا حتى استخدمتها في تجميع كتير من الأخبار الموجودة. المكتبة الثانية اسمها النيوز بليز، الدوكيومنتيشن تبعها كتير ممتاز، وهذه المكتبة انه up to date، يعني بيتم تحديثها باستمرار. تعامل معها سهل جدا جدا. pip 3 install in use please، بعمل import، وهنا بقدر اجيب التايتل. هنا ممكن انا اجيب من عدة URL، تمام، وممكن استخدمها هنا برضو في الكوماند لاين. فعليا هي يعني حتى في منها انه هي بترجع لي البيانات على شكل جيسون. فهيك بكون انا خلصت تقريبا انه كل ما لدي فيما يتعلق في السكرابينج. بفتح المجال للأسئلة، تفضلوا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. كنت بدي أسأل دكتور، هل جيت في بعض المشاريع يعني بطلب أحياناً إنه السكرابينج هذا يشتغل كل فترة معينة بشكل دوري، يعني حيث إنه يحدث بيانات، كيف ممكن تنعمل هذه الشغلة؟ الآن السكريبت هذا اللي أنا عملته، تمام، أنا عملته على صفحة واحدة. ممكن انه انا اعمل كل البيجز اللي موجوده انا عندي،
تمام، وبروح بعمل له أتمتة إنه يشتغل مثلا مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع. فهذا الكلام إنه بده يكون في عندي جهاز على الكلاود، أستخدم مثلا ما أعرفش يعني حسب وأنا وين موجود عندي، ممكن أستخدم الكرون جوبس أون لينكس مثلا. هنا في اللينكس أنا في عندي تول بتأتمت أو بتعمل سكيجول للتاسك، إنه بحكي له في الـ يعني بدي مرة يعني مرة في الأسبوع الساعة كذا التوقيت كذا أنا بدي إياك إنه أنت تشغل هاي الدايركتوري تو كوماند، والأوتبوت يحفظ لي إياه في مكان. ففعليا أنا عندي الـ A والـ B والـ C، هذه هي الحقول أنا بحدد إنه أي دقيقة يشتغل، أي ساعة، أي يوم، أي مانث، أي يوم في الأسبوع ممكن أخليه أحد وثلاث مثلا. ففعليا إنه هاي السنتاكس تبعها، هذا فعليا اللي بيتم استخدامه يعني في شغل وفي شركات حقيقية. لكن إذا أنت بدك شغلة مثلا إنه أنت تشغليها على جهازك، لا يعقل إنه أنت تعملي شغلة إنه هي تشتغل على جهازك، بده يكون في لينكس ماشين وتستخدمي تعمل سكيجول هذه الشغلة باستخدام الكرون جوب. الدوكيومنتيشن تبعها كتير سهل، وممكن إنه أنت تعملي أتمتة للشغلة هذه. في أسئلة تانية؟ دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا حابة أسأل بس، يعني لو لقدام كان في عندنا استفسارات ممكن نتواصل معك، ولا كيف حتكون الوضع؟ طب انه قبل ما اجاوب على الاسئله هذه، عشان انا بدي اوقف التسجيل، في اسئله تانية متعلقه بالسكرابينج، خليني اجاوب عليها اول وبعديها بنشوف اسئلتكم التانية عشان اعمل يعني ايقاف للتسجيل. اوكي، يبدو ما فيش اسئله، هيك بنكون انه خلصنا موضوع السكرابينج. خليني اعمل ستوب للريكوردينج.